السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. معكم محمد زاد، ومرحبا بكم في فيديو جديد في سلسلة فيجوال ستوديو بالعربي. في فيديو اليوم او في درس اليوم حنتعرفوا او حنتعلموا كيف نقدروا نديروا كومنت للكود نتاعنا، او نعلقوا او نوقفوا الكود نتاعنا في بيئة او اي دي اي الفيجوال ستوديو، او انه نضيفوا كومنت او تعليق على الكود نتاعنا. خلينا ناخذ السيناريو حتى نفهموا بالضبط شنو فكره الكومنت. على سبيل المثال، مثلا كان انا عندي اربع متغيرات في الكود نتاعي، اللي هو مثلا درت متغير اسمه اكس فيه 5 وواي فيه 5 والزد فيه الاكس زائد الواي، يعني 5 زائد 5 يساوي 10. اما متغير التي فقيمته هي الاكس ضرب الواي اللي هي 5 ضرب 5 تساوي 25. على سبيل المثال، ان انا خلاص ما عادش نبي الكود هذا نتاع عمليه الجمع، ما نبيش نمسحه او نحذفه، لكن في نفس الوقت ما عادش نبيه يخدم، نبي ندير نتاع عمليه الضرب بس. هذا هو اننا نعلق كود. هذه هي فكره تعليق الكود او كومنتنج للكود. فانا نقدر ندير الكومنت باسلوبين. الاول هو ان نجي فوق للزوز ايقونات اللي تحت كلمه ويندو، اللي على اليسار هي حدير كومنت، حيبدا لون اخضر يعني هذا ما عادش يشتغل. اما على اليمين فهي توقفت الكومنت، يعني الكود بدا يشتغل من جديد. وهي ببساطه نقدر نديرها حتى من الكيبورد. وهذه الطريقه الثانيه هي ان نضيف علامه تنصيص واحده فقط قبل الكود، السطر اللي فيه الكود اللي هو هكي، او نمسحها حتى يتنحى. الفكره الثانيه من ان احنا نضيف كومنت هي تجي انك انت مثلا في حاله انك تخدم في شركه ان شاء الله بعد ما تتعلم البرمجه كويس، غالبا اضافه كومنت حتعطيك هلبة بروفيشناليتي او احترافيه، لان انت تخدم كود مرة تكون كبير لمشروع، امتى انت توقف خدمه مع الشركه ويجي حد مبرمج بعدك يعدل عليه، حياخذ منه وقت حتى يفهم الكود اللي انت درته كيف يخدم بالضبط. فانك انت تدير كومنت في بدايه الكود وتكتب مثلا ان الكود هذا يقوم بعمليه جمع لمتغيرين، شيء هذا حيساعد هلبة المبرمج اللي بعدك انه يفهم ويستوعب بالضبط الكود نتاعك شنو يدير. ان شاء الله تكونوا استوعبتوا الفكره وفهمتوها وكانت بسيطه بالنسبه لكم. ان شاء الله بالتوفيق للجميع، وان شاء الله نتلاقوا في الدرس القادم، والسلام عليكم.